كم البنات، كدير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات جيت بغيت نشارك معاكم حلوه ديال طونيك او حلوه ديال عاديه بالشوكولاط اللي كتجي رائعه وكتجي بنينه، وحتى هي كيعشقوها الجماهير البنات، كيبغيها الصغير والكبير. يلا معايا المكونات وطريقه تحضير الوصفه ديالي. اول حاجه البنات، غادي نحتاج مارغرين ديال اللذه، كاس حبيبات او كاس ديال سنيده، 3 البيضات مسلوقين غناخدو منهم غير الصفار ديالهم، كاسونس ديال الزيت، خميرة وفاني والطحين على حسب الخليط، ومنسوش قبصة ملح. والزينة البنات غنحتاج الشكلاط، انا خساريت، انا درت نص باكية ديال الكالا الكحلة، نتوما بغيتو بيضة ديرو بيضة. وهنا خديت 17 بيمو ديال طونيك كوفريت. هادو هما المكونات ديال الوصفة ديالي. يلا معايا الطريقه ديال التحضير. هذا شفت المارغرين البنات، غنديرو كاس ديال السنيده، غنديرو خميره، هذه فاني، وغادي نقوم ندير الكوفيه حتى تولي بوماده البنات. هذيك السنيده حتى تذوب لينا الزبده كلها تولي فورمال. الخدمه اللي كنخدمو في الصابلي، غندلك البنات ونرجع معاكم. البنات ملي كنمزج السنيدة مع الزبدة كندير قبصة ملح، وكنبدا ندير الزيت، كاسونس ديال الزيت البنات، كنبدا ندخلهم مع الزبدة السنيدة. البنات كناخدو حكاكة كنحكو ديك صفار البيض باش ميبقاش لينا مكركب في الحلوة. لهاد الشكل هدا ثلاثة البيضات كناخدو ليهم في صفار البيض، صافي، والبيض كنحيدو. صافي كنمزجو بيناتهم بحال هكا، ندخلوهم مع الزبدة والزيت والسنيدة على هاد الشكل هدا. من بعد البنات كنجيبو الطحين بشوية بشوية، الطحين ديما على حساب الخليط، وغير برؤوس الأصابع نجمع العجينة ديالي. والطحين ديما على دفوعات. ثم البنات في الاخر غادي ندير الخميره،
البنات الحلوه خاصها تكون رطبه، ما تكونش قاصحه باش ما تجيش مدقصه. وصافي كنبقى ندير فيها بحال هكا. حالك هادي واخا تجينا شويه حيت كتكون غير وحده ما كتكونش وحده فوق وحده، واخا تجينا عريضه ماشي مشكل. صافي كنكونو ديجا سخنا الفران، كنبقى بحال هكا حتى نسالي العجين ديالي كامل. كنديرو في الطاوة، كنزيد ندخل الفران نزيد فيه شوية ديما عيني لكم ميزانكم في الغرامات. غنبقى بحال هكا البنات حتى نسال البنات بلا ما نطول عليكم فيديو حتى نرجع معاكم. هانتوما البنات هادي هي الحلوة ديالي، دابا غندخلها الفران لي كنت ديجا مسخناه، غنطيبها ونرجع مع خوتي. يلا البنات هانتوما معايا. هذا الحمام مائي وغادا ندير الشكلاط ديالي يدوب. العصرية محيتهاش البنات حيت غدا نحك فيها طونيك. هانتوما البنات كنبدا نخلي داك الطونيك كامل غدا نحلو وغدا نحكو بالحكاكة. على هاد الشكل هذا نحط لكم شويه وهاد الغلاف نرجع نديرو. خديت 15 ديزي على الشكل هذا. غنبقى بحال هكا البنات حتى نكمل. يلا البنات بلا ما نطول عليكم. نتوما البنات كتجي على الشكل هذا، كتجي شويه غليظه لحقاش كتكون غير وحده في الحلوه في الحبه، كتكون غير حبه وحده في هاد الحلوة هادي، مكيكونش بحال ريشبون جوج دقة وحدة. يلا البنات هانتوما معايا. هانتوما البنات دوا الشكلاط ديالي، كندير الحلوة بحال هكا بحال هكا، كنديرها في البيمو بحال هكا، كتجي على الشكل هذا البنات، كتجي رائعه وفتيه البنات. عرفتي انا كنحيد فيها من اللاطا وهي كتلصق لي في يدي، كتجي هشيشه صافي. كنبقى بحال هكايا هكا كنسالي على خاطري هكا. هادي راه كيبغيوها كاع الناس، جربوها وما غتندموش. كتليق لكم في الدوازات، كتليقو تلاقى لكم حتى في الاعياد المناسبات هكا ديال العائله. هانتوما البنات اللي عجبكم لا فيديو ما تخلوش عليا بلايك وبالبارطاج والاشتراك باش وكتروا لي من لي لايك البنات باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من ديال الناس.
فالبيت كنبقى بحال هكايا حتى كنسال. يلا البنات ما نطولش لكم فيديو، هانتوما معايا. ايا البنات الحلوه ديالي كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي رائعه وكتجي معلك البنات، كتجي رطيبه. كنتمنى البنات تجربوها كما قلت لكم البنات، كنتمناكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك وبالبارطاج وبالاشتراك. يلا البنات اللي باقا ما تابونات عندي، دخلت ابونات فعل الجرس باش ديما يوصل الجديد ديال وصفات بشرى.